ما لا مو انت قلت ممكن يعني بالعكس راح يخلي الناس اليوم تحذر من خطوة قد تكون هي إيجابية. فأنت من دخلت له من علم الغيب هذا اللي هو أصلاً يعني لو نجي على الديانات السماوية أو حتى الدين الإسلامي دائماً يتحدث عن يعني حرمة الدخول في موضوع الغيبيات وبآيات قرآنية واضحة. مثل إيش؟ ماكو شيء. يعني قال الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض الغيب إلا الله، هاي في سورة النمل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء في سورة البقرة آية الكرسي، وكذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، هذه في سورة الجن. بالإضافة إلى أحاديث نبوية الغيب عند الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا ينطي يعني يمد عبادة بمعلومات كثيرة أيضا لها علاقة بأمور مستقبلية. يعني هذا أكو شيء اسمه الملكة، يعني انت الان اكو بعض الاشخاص عندها فد ملكه معينه بحيث تقدر تقرا لك فد شيء له علاقه بالمستقبل. طيب هذه ملكه الهيه يعني مو فد شيء. طيب احنا بما انه دخلنا على الجانب الشرعي اليوم وموضوع الغيب وما يعني تدخل الانسان والوصول الى علم الغيب وحرمته من يعني من ان هنالك من قد يجد بعض الامور فيها محلله، يعني عدا الايات القرانيه اللي لا نزاع فيها، يعني أدلة التحريم في موضوع حتى التنجيم، هسه ما نريد ندخل إلى علم الغيب، موضوع التنجيم أيضا هنالك أحاديث نبوية متفق عليها أنها صحيحة، أيضا أحاديث من اقتسب أو من اقتبس علما من النجوم اقتسب شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني بما معناه أنه هو رأى الرسول أنه هو منزلة من السحر موضوع التنجيم، يعني فهنالك نهي عن هذا الموضوع والناس تتعامل به وتسأل عنه. يعني أنا الحديث أكو منها الصحيح وأكو منها يعني أنا تقريبا أن أنا هذا الحديث هو كما قال الشيخ الألباني صحيح الترغيب والترهيب 173/3، يعني هذا من الأحاديث الصحيحة على حال. أنا هذه يعني الأحاديث شوية مو كلش يعني ما نعم تعرف أنت الأحاديث مع مرور الوقت ممكن تتعرض إلى تغييرات، ممكن تتعرض إلى أمور كثيرة، لكن احكي لي القرآن الكريم. القرآن طيب. الكريم الآن يعني آيات عديدة من القرآن. معظم الآيات القرآنية تتحدث عن الشمس وعن القمر وعن النجوم وعن فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني مواقع النجوم قسم لو تعلمون عظيم، الله سبحانه وتعالى يقول هذا الشيء. طيب الآن السؤال المطروح شنو الغاية من وجود هذا الكم الهائل من النجوم ومن المجرات إذا ما لها تأثير علينا إحنا؟ هذا السؤال أيضا منطقي يقودنا إلى أن نبحث إلى أنه هذا الكم الهائل من النجوم إلا أكيد له تأثير علينا، ولا شنو الداعي من وجوده أساسا؟ بالمناسبة إحنا نتحدث الآن عن نجمة واحدة صغيرة من مجموعة نجوم الحمل، هي أكبر من الأرض، أكبر من أرض نهاية. فبالتالي لما أنت الآن تجي تمحي لي شيء اسمه النجوم والكواكب، علم الفلك يعترف تمحي بالكامل وتقول لي ما له تأثير علينا، أقول لك هذا ينافي يعني المنطق. يعترف به علم الفلك بصورة عامة كتحديد مواقع كتحديد الأشهر وما إلى ذلك، هذا معترف به، وبالعكس اليوم لا يتقاطع الإسلام مع العلم في الغالب في هذه النقطة. بس الآيات اليوم حتى هنالك أحاديث نبوية يعني تحذر المسلم من انه التواصل مع العرافين يعني طيب شلون الرسول قال عمار تقتله الفئه الباغيه، هذا ايضا غيب. طيب ما هو الغيب؟ ما هو انا السؤال المطروح رسول الله يختلف عن البشر بانه الله سبحانه وتعالى يختلف. اطلع على الغيب، لكن ممتاز. هل ممكن ان يطلع الله سبحانه وتعالى اي انسان على الغيب؟ طبعا ممكن بوذ يطلعهم على الغيب. ممكن بوذ، ممكن سيخ يطلعهم على الغيب. طيب انت الان لا تختصر لي في شخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام. لا مو انت ذكرت، انت اللي ذكرت انه الرسول يعني تحدث بالغيب في يوم ما، وهذا هو رسول الله وقوله تعالى في سوره الاعراف قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان الله إن أنا إلا نذير وبشير لقوم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم بموجب الآية القرآنية كأنه يقول أنا ما أملك لنفسي الخير والشر. أي هذه آية لها علاقة بمكان وزمان وسبب ومسبب ترجع إليه وتشوف يجوز سئله في ذلك الوقت ما قدر يجابه. نعم. فنزلت هاي الآية. طيب. فهذا مو شيء عام بالمناسبة. طيب هذا